السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنستكمل إن شاء الله في هذا الدرس الموضوع اللي بدأناه في الدرسين الماضيين، واللي هو بيحكي عن هيستوغرام اوف ان ايمج. طبعا في المحاضرات الماضيه حكينا بشكل عام شو هو الهيستوغرام، بشكل عام ايش الهيستوغرام للايمج. تمام، بعدين انتقلنا للهيستوغرام اوف امونوكروم ايمج للصوره احاديه اللون، وبعدين عرفنا الصوره اللي هي الكالرد ايمج، وتعرفنا على الهيستوغرام اوف كالرد ايمج، وعرفنا كيف احنا ممكن نرسم هيستوغرام لمونوكروماتيك ايمج او اللي هو كالر ايمج. طبعا راح ننتقل الان لبعض الكيس ستاديز او بعض الحالات اللي راح ندرسها، ونعرف من خلالها كيف احنا ممكن نحلل الصوره من خلال الهيستوغرام الخاص في الصوره. لو طلعنا على الصوره اللي موجوده امامنا هذه، طبعا انا حنتقل الان مباشره للفوتوشوب نشوف الهيستوغرام لكل لون من الالوان الثلاثه الار والجي والبي، نشوف الهيستوغرام الكلي، ومن خلال الهيستوغرام نروح نحلل الصوره ونحاول نقرا محتوياتها من غير ما ننظر للصوره. الان بالنسبه للحاله الاولى او الصوره الاولى اللي موجوده عندنا، طبعا انا فتحتها باستخدام برنامج الفوتوشوب، ورحت من ويندو للتذكير، اخذنا هيستوغرام، اعطاني النافذه الهيستوغرام. طبعا من الخيارات او من الاعدادات الخاصه بالهيستوغرام ممكن انا اجي اخذ اللي هو الخيار اللي اول تشانلز فيو، على اساس يعطيني كل الالوان. طبعا احنا حكينا قبل هيك انه هذا اللي هو الريد مثلا، نسبه اللون الاحمر في الصوره او درجه اللون الاحمر في الصوره او تمثيل الرسم البياني للون الاحمر في الصوره، هنا للون الاخضر الجرين، وهنا للون البلو. الآن لو طلعنا على اللون الريد في هاي الصورة، راح نلاحظ انه كل اللون جاي على اليمين، كل الهيستوغرام تبع الريد جاي على اليمين، كل الهيستوغرام تبع الجرين جاي على اليمين، وكل الهيستوغرام تبع البلو جاي على اليمين. تمام، الآن بالنسبة للهيستوغرام الكبير او الاساسي، خلينا اخده مثلا ار جي بي كامل، برضه راح الاحظ انه كل الهيستوغرام جاي على اليمين، لكن نسب بسيطه جدا من الالوان جاي على الشمال. طبعا احنا متفقين انه اللون اليمين او اللي على اليمين هو اللون الابيض، واللي على اليسار هو اللون الاسود، اللي على اليمين هو اللون الريد، الدرجه الفاتحه من الريد، او الدرجه اللي هو في الار جي بي 255 من الريد، لكن اللي على اليسار هي الدرجه لما نيجي نعمل 255 من الريد، لكن مع بلاك بيكون كتير، البلاك بيكون عالي فيها. أو بدنا نيجي نحكي انه الاحمر صار معدوم لانه اللون هنا صار اسود. طيب ايش هذا الكلام بيوضح لي؟ لو انا بس نظرت للصورة او نظرت للهيستوغرام الخاص بالصورة، ايش لازم افهم منه؟ بيحكي لي انه هنا عندي بالنسبة للوايت، الوايت سبيس اند ذا لايت تو ذا ميديوم، يعني هذا الكلام انه المنطقة البيضاء الكتيرة اللي حوالين الايد، تمام، والميد تونز او اللايت تونز اللي موجودة على الهاند، اللي هي الالوان الفاتحة، تمام، اللايت او الضاوية هذه اللي موجودة على الايد او على الهاند، واللي موجودة على الابل اللي هي التفاحة اللي موجودة هنا، create a histogram with lots of data at the right hand، اللي هي موجودة هنا في منطقة الهايلايت. فأنا مجرد النظر للهيستوغرام هذا راح ألاحظ أو راح أفهم، يفترض أنه هذه الصورة كلها صورة مضيئة. لاحظوا الإيد الإضاءة عليها عالية، إضاءة هنا عالية جدا، والتفاحة هي فقط المنطقة الغامقة من الصورة. طبعا حننتقل للكيس ستادي رقم 2 ونبدأ نفهم أكثر الموضوع، أنه متى بيكون الهيستوغرام صح، متى بيكون غلط، ايش بيعني لي هذا الهيستوغرام. لكن كشكل مبدئي من هذه الصورة لاحظنا انه كل الصورة بما انها فاتحة، فراح اللون اتاخذ كله على جهة اليمين، جهة اللون الابيض. طيب ننقل للكيس ستادي 2، وهي عكس تماما من الكيس ستادي 1. هاي الصورة الثانية، راح الاحظ انه
كل الريد جاي على الشمال، كل الجرين جاي على الشمال، والبلو جاي على الشمال. ايش بيعني لهذا الكلام؟ انه انا بالنسبه لي الجرين ما متاخذ منه الدرجه الغامقه، والبلو الدرجه الغامقه، والريد الدرجه الغامقه، وبالتالي من كل الالوان ماخذ مني الدرجه الغامقه. فراح لاحظت انه كل الالوان والهيستوغرام جاي عندي على الشمال، وشغلات بسيطه جدا هي اللي جاي على اليمين. طيب نرجع هنا، بحكي لي انه في عندي there are quite a few blacks، مناطق قليلة اللي هي تقريبا باللون الاسود، لكن كتير في shadow areas، يعني هاي المناطق مش لون اسود، مثلا هذا احمر لكن جاي في منطقة الشادو. لاحظوا المنطقة الصورة اللي موجودة بالداخل او الجزء اللي باخر الصورة، هذا المنطقة اللي هي اللون الاساسي او الالوان الاساسية، لكن كل اللي في الداخل طالما هي في ممر داخلي ما فيش فيه اضاءات، فبالتالي هذه الالوان كلها واقعة في منطقة الشادو. منطقة الشادو هي اللي بتتاخذ على اللون، او بتاخذ الالوان دائما على اللون الاسود او جهة اليسار في الهيستوغرام. فبالتالي هذا الكلام creating a histogram with lots of data at the left hand، كل هذا جاي الداتا جاي على الليفت هاند او جاي على اللي هو منطقة الشادو في الهيستوغرام. لكن المنطقة السمول برايت اريا، المنطقة الصغيرة هذه النتفة المضيئة الصغيرة جدا اللي موجودة at the entrance اللي هو في المدخل، هذا مدخل المول طبعا، هي اللي أعطتني اللي هو tiny spike of data at the high end، يعني هي اللي أعطتني المنطقة اللي هي جاي مضيئة في النهاية اللي موجودة على اليمين، المنطقة المضيئة اللي موجودة على اليمين. لكن باقي الصورة كلها بشكل عام هي ماخدة الشادو، ماخذة الشادوز. طيب ننتقل لكيس ستدي 3. في عندي هاي الصورة، هاي الصورة نشوفها على برنامج الفوتوشوب. لو لاحظنا انه لو طلعنا عليها راح نلاحظ انه كل الالوان جاي وين؟ في منطقة الوسط، كل الالوان جاي في منطقة الوسط تقريبا، والهيستوغرام كله جاي في منطقة الوسط. فايش بيعني لهذا الكلام؟ بيعني لانه ما فيش كثير الوان جاي في منطقة الشادو، ما فيش كتير ألوان جاي في منطقة اللايت، كل الألوان جاي ميد تونز، جاي في الوسط. طيب هذا الكلام بالنسبة لي في الصورة هل هو شيء جيد ولا مش جيد؟ نشوف. There is very little contrast، وهنا بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا وبيتضح لي بشكل كبير من خلال الهيستوغرام اللي موجود او الهيستوغرام اللي بشوفه لاي صوره. مصطلح جديد بدنا نحكي فيه الكونتراست. الكونتراست هو التباين، التباين او الاختلاف في الالوان في الصوره. هنا بحكي لي انه في عندي تباين، لكن تباين صغير، تباين قليل جدا في هاي الصوره. فيش مناطق اللي هو برايت، there are او no bright highlights or dark shadows، يعني ما فيش عندي في اللايت وما فيش عندي في الدارك. This creates a very compact histogram just lighter than the mid tones، يعني هنا بيعطيني اللي هو نيجي نحكي histogram معقد شوية، كله جاي في الوسط، كله جاي في الوسط. لكن هل الكونتراست اللي فيه مقبول ولا مش مقبول؟ هذا برضو حيتضح معنا من خلال الأمثلة اللي بعدها. ننتقل للكيس ستدي رقم 4، واللي حتوضح لي امور كتير وتوضح لي امور صحيحه بالنسبه للهيستوغرام، كيف انا ممكن اتعامل معه لما بدي اصور او لما بدي اجي اعدل اي صوره موجوده عندي. شوف الصوره باستخدام الفوتوشوب. هاي الصوره، الصوره لو طلعنا على الهيستوغرام الموجود فيها راح نلاحظ انه طبعا في عندي في الهيستوغرام منطقه او كتير في المنطقه البرايت، صحية نطاق ضيق لكن جاي بألوان عالية جدا أو تمثيلها عالي جدا، هي المنطقة المضيئة اللي هي اللي موجودة في الأعلى اللي هي السماء اللي موجودة هنا. لكن لو طلعنا على توزيع الألوان ما بين البلاك والوايت راح نلاحظ إنه في توزيع، التوزيع هذا بنسميه افريج، توزيع معتدل نوعا ما، يعني الالوان اللي موجوده في الصوره موزعه على تقريبا على كل الرينج اللي هو from 0 to اللي هو 2
255 اللي هو من 0 ل 255. ايش بيعني لي هذا الكلام لما انا اشوف هيستوغرام بالشكل هذا؟ This is a pretty average histogram. الشغله او الهيستوغرام اللي موجود هنا نسمي average، معتدل، تمام؟ او بنيجي بنحكي في اعتدال في توزيع الالوان وتوزيع الاضاءات اللي موجوده في الصوره. With a spread of dark في منطقة اللي هو المنطقة الدار نيجي بنحكي عنها spread فيها اتساع، منتشرة أو يعني متسعة موزعة. middle and light tones برضو ال middle tones وال light tones هذولا برضو منتشرين أو مخدين range عالي. طيب هذا الكلام أو الهيستوغرام اللي موجود عندنا representing the blown out white sky اللي هنا زي ما حكينا هي المنطقة الهايلايت اللي موجودة في السماء اللي موجود فوق. فلما أنا أجي أطلع على الهيستوغرام، أنا بالنسبة إلي لو أصور صورة في أي منطقة مفتوحة، الهيستوغرام هذا حيكون بالنسبة إلي أفضل من هذا الهيستوغرام، لأنه بيعطيني توزيع جيد تقريبا نوعا ما، جيد في الإضاءة، جيد في الألوان. ليش؟ لأنه الألوان موزعة على كل الرينج. صح في عندي هنا انخفاض شوية، لكن بشكل عام معتدل، مش زي هذه الصورة لو تلاحظ الصورة معتمة كتير بدها إضاءة، ومش زي هذه الصورة الصورة مفتحة كتير بدها تعتيم. ننتقل للكيس ستدي رقم 5. كيس ستدي 5 نطلع على الصورة، هنلاحظ انه في عندي كتير جاي مش في الوسط، لا رايح جهة الشمال شوية، جهة المنطقة المعتمة شوية. ليش؟ لأنه لاحظوا كل الصخور جاي في منطقة الظل في الأسفل، ما عدا الظهر، ظهر هذا الراجل هو اللي جاي في مواجهة الشمس. فالظهر اللي جاي في مواجهة الشمس هذا هو اللي يعطيني التوزيع الخفيف جدا للألوان في هذا المكان أو في هذا النطاق. في الريد وفي الجرين وفي البلو، لاحظوا كله جاي على اليسار من الوسط، مش في وسط الهيستوغرام اللي موجود عندي. طيب. هنا بحكي لي because the rock face is in shadow، بسبب انه الروكس او الصخور هذه كلها جاي في منطقة الظل اسفل، والاسفل طبعا الشمس مش راح توصل، هو جاي في منطقة الظل. المنطقة هذه تمام متكومة أو متشكلة أو متكتلة في الهيستوغرام في منطقة الداركر، في الداركر ذان ميد تونز، يعني هي مش في الميد تونز، مش في الألوان اللي في الوسط، لا هي جاي في المنطقة الدارك، المنطقة المعتمة أكثر، جهة اللي هو جهة البلاك، لكن هي لحتى الآن ما وصلتش البلاك، يعني الألوان فيها نسبياً جيدة لكن ما وصلتش البلاك، ولا هي في المنطقة المضيئة، لكن هل هي موزعة الألوان؟ لا مش موزعة. فبالتالي هنا بنيجي بنحكي هذا unusual histogram، يعني هذا الإضاءة اللي موجودة فيه برضه إضاءة غير طبيعية. يعني أنا لما بدي أجي أصور صورة في الطبيعة وقبل ما أروح على البيت أو أروح عشان أعدل هذه الصورة لازم أطلع على الهيستوغرام تبع الصورة. إذا لقيت هذا الهيستوغرام، لا إحنا بنحكي هذا unusual، فبالتالي لازم أروح أدور على زاوية أفضل للتصوير او اني اعدل الاضاءه اللي موجوده في المشهد او في المكان اللي انا موجود فيه، بحيث ان اخذ صوره موزع فيها الالوان على الهيستوغرام بشكل كامل. تمام، ننتقل كيس ستدي رقم 6. لاحظوا هنا في رقم 6 بيحكي لي انه هذا very average. يمكن كلمه average مرت علينا في مثال رقم 4، هذا pretty average، هذا يعني افريج، لكن في عندي مشكله في المنطقه هذه. الان هذا التوزيع افضل منه، افضل منه شويه، لاحظوا لانه الهيستوغرام في الافريج نازل كثير وهنا مرتفع كثير جدا، لكن في حكى لي فيري افريج، لا جاي الهيستوغرام موزع تقريبا، فيش مناطق عاليه كثير جدا في هذا المكان ولا في هذا المكان، في عندي برضه انخفاض في منطقة البرايت، فبالتالي أعطاني إنه هذا very average، يعني أفضل من الأفريج أو أفضل من البريت أفريج اللي شفناه في الكيس ستادي رقم 4. طيب
طبعا المنطقة هذه المضيئة ليش؟ لأنه في بعض المناطق هنا اللي عندي باللون الأبيض، وفي عندي السماء لونها فاتح، فبالتالي أعطاني النطاق اللي موجود هنا. طيب هنا نيجي للبيرفكت. لاحظوا الآن في عندي صورتين وبدنا نميز بينهم، كيس ستادي رقم 7. ننتقل للفوتوشوب ونحفظ أو نشوف الشكل اللي موجود عندي. لاحظوا هنا بنحكي عن هاي الصورة، هاي الصورة بيرفكت. بيرفكت ليش؟ الميد تونز ماخذة أغلب البكسلات، أغلب البكسلات واقعة في منطقة الميد تونز. جزء من البكسلات جاي في اللايتس، وجزء تقريبا بيساوي بيشابهه أقل منه شوية في منطقة الشادوز. تمام، في عندي جزء في عفوا في منطقة اللايتس وجزء في منطقة الشادو، لكن أغلب البكسلات والألوان الموجودة في هاي البكسلات متجمعة أو متكتلة في منطقة الميد تونز، وهذا اللي بنسميه بيرفكت هيستوغرام. هذا أفضل هيستوغرام ممكن أنا أشوفه لصورة. تمام، الألوان موزعة فيه بشكل طبيعي جدا على اليمين وعلى الشمال، فيش مناطق مرتفعة. لاحظوا هنا المناطق المرتفعة فيش فيها مشكلة، أنا في الميد تون، لكن لو أنا شفت في البلاك هيك ماخذ كتير بكسلات بلاك أو كتير بكسلات أبيض، معناته لا في مشكلة في هذا المكان. لكن نطلع على الصورة زي ما حكينا، هذه مباشرة أخذت اللي هو البيرفكت، بيرفكت هيستوغرام. لو نظرنا للصورة هذه عشان بس نوضح الأمور أكثر ونفهم، طالما هي البيرفكت ناخذ منها كل المفاهيم اللي إحنا بدنا إياها. بيحكي لي هنا إنه اللي جعل انه الصوره هذه الهيستوغرام اللي فيها بيرفكت مش علشان انه كل الالوان، بس عشان كل الالوان او اغلب الالوان مجمعه في الميد تونز. هنا بحكي لي اللون الفاتح فاتح بشكل مشرق، بشكل مبهج، بشكل جيد، والالوان الغامقه برضه معطياني اللي هو العتامة أو منطقة الشادو بشكل جيد، مش معتمة كتير. يعني هذا لون أحمر مبين أنه أحمر، هذا اللون مبين وواضح، هذا اللون، هذا الأبيض مبين وواضح، فبالتالي المنطقة اللي في الشادو لونها مبين، والمنطقة اللي في منطقة اللايت لونها مبين. لو رجعنا شوية للمثال اللي هو هذا المثال، لاحظوا الإضاءة على الإيد عالية جدا، فبالتالي أعطتني لون أبيض للإيد، في حين أنه هي الإيد لونها مش أبيض. تمام، لو جينا هنا اعطاني المناطق اللي هذه لونها غامق جدا، ويمكن بعض الالوان مبينه عندي اسود لكن هي في الواقع مش اسود. لكن لو رجعنا للصوره هاي اللي حكينا عنها بيرفكت، لا كل لون مبين، كل لون مبين. فبالتالي الشغله اللي انا بحكم من خلالها على الصوره انها بيرفكت، اول حاجه انه الالوان واقعه في الميد تونز، وما فيش عندي لا في منطقه البرايت ولا في منطقه الشادو، فيش عندي الوان لا في البرايت على الاخر ولا في الشادو على الاخر. هيك انا بحكم على الصوره هم التونز، لكن او انها عفوا انها بيرفكت. لكن لو نظرت للصوره لقيتها هيك موزعه، وفي عندي هنا برضه شويه متكومه او متكتله، وهنا شويه متكتله من البكسلات، لا ما بتكونش بيرفكت. البيرفكت فيش دارك وفيش برايت، في عندي ميد تونز وموزع الباقي بشكل طبيعي جدا. فهيك انا بحكم من خلال الشكل، المنطقه الميد تونز البدايه والنهاية، الدارك واللايت، الزيرو والون، الزيرو والتو فاي فايف، ما فيش فيهم بكسلات كتير أو فيش فيهم بكسلات أصلا. فهيك أنا باجي بحكي إنه هذا بيرفكت هيستوغرام. بيرفكت هيستوغرام is not judged by the height or its spread of mid tones. يعني مش بس إنه أنا بطلع على الميد تونز وارتفاعهم، لا كمان لازم أطلع على الإند بوينتس، البداية والنهاية، النقاط البداية والنهاية، انه ما يكونش متكتل فيهم عناصر كتير او بكسلات كتير. طيب ننتقل لكيس ستادي رقم 8. نتطلع على هذه الصورة ونتطلع على الصورة اللي قبل، يمكن على الفوتوشوب بتكون اوضح معانا، ونشوف ايش الفرق اللي بينهم. هاي الصورة وهاي الصورة، تمام، كمان مرة هاي الصورة الاولى وهاي الصورة الثانية. هلاحظ انه الصورة الثانية أعتم شوية من الصورة الأولى، يعني هاي الصورة الأولى اللي موجودة عندي. تعال أفتح الصورة الثانية، لاحظ إنه في عندي هنا المنطقة هذه مضيئة بشكل كبير جدا، ها تمام، المنطقة يعني في إضاءة مضافة لهذه الصورة. وكمان نطلع على الهيستوغرام كله اختلف، يعني هاي الهيستوغرام اللي بالأول إحنا حكينا عنه إنه هو بيرفكت، هاي الهيستوغرام الثاني
اللي هو نون بيرفكت، طبعا اللي هو ما بقدرش احكم عليه انه بيرفكت. اول حاجه في منطقه الميد تونز ما فيش كتير، مش ماخذ الوان كتير. الشغله الثانيه الاند بوينتس غلط، هاي الاند بوينت ماخذه اضاءه عاليه، فبالتالي هنا مضاف اضاءه، يعني ممكن تكون هذه الصوره نفسها تصورت مثلا بفلاش عالي او باضاءه عاليه جدا، فبالتالي انتجت الفرق. لو طلعنا على الصوره الاولى والصوره الثانيه هلاحظ ان الصوره الثانيه أسوأ في توزيع الإضاءة من الصورة الأولى. لاحظوا من خلال الهيستوغرام، برضو لازم أقرأ هذا الكلام، هاي الهيستوغرام لحاله أطلع. إحنا عرفنا إيش النقاط اللي من خلالها بحكم عن الهيستوغرام، هاي الصورة الأولى الموزعة والإند بوينتس فيش فيها أي مشكلة، لكن هاي الصورة الثانية ماشي موزعة لكن الإند بوينت غلط، الإند بوينت اللي موجودة هنا غلط. ولاحظوا الإضاءة العالية أثرت على كل الهيستوغرام اللي موجود عندي للصورة بشكل كامل. أعتقد هيك يمكن الأمور بدأت تتضح معكم أكثر، كيف أنا بحكم على الهيستوغرام إنه هذا بيرفكت ولا مش بيرفكت. هنا بيجي بحكي لي إنه الفرق بين الصورتين، الصورة هذه والصورة اللي قبل، إنه الصورة هذه فيها بلون أوت وايتس، يعني المنطقة البياض فيها إشراقة أكثر، تمام، أو فيها نيجي نحكي لمعة أكثر. طبعا هذا الكلام وين مبين اكثر شيء؟ موجود على الطاقيه هذه تبعت الطفل الموجودين. طبعا هذا الكلام انتج لي داتا باك اند اب ات ذا رايت هاند، يعني هنا صارت في عندي داتا عاليه جدا في المنطقه اليمين ات ذا اند اوف هيستوغرام. هذا الكلام انديكيت كليبنج. كليبنج لو نيجي نترجمها هي قص او فيها قطع او فيها خطأ، يعني او فيها خلل في هاي المنطقة، تمام. فبالتالي لما انا بدي اجي اعدل هذه الصورة راح الاحظ انه حتغلب شوية في موضوع التعديل. طيب لو انا لقيت صورة كلها موجودة للاسفل هيك هنا وما فيش مناطق مرتفعة لكن موزعة بشكل صحيح، فيش اي مشكلة. المشكلة دائما بتكون لما يكون في عندي منطقة مرتفعة بشكل كبير جدا مش في الوسط. إذا ارتفعت في الوسط فيش مشكلة، ارتفعت على اليمين مشكلة، وإذا ارتفعت على اليسار أيضا مشكلة. طيب الآن 8 كيس ستاديز شفنا منهم إيش الصح، شفنا إيش الأخطاء يمكن تكون. طيب هذا الكلام متى ممكن أنا أستفيد منه؟ أكبر فائدة ممكن تعود علي لما أنا بدي أجي أصور. أول شغلة بدي أجي أصور، بدي أصور معناها إنه أنا معي كاميرا، والكاميرا ما فيش عندي فوتوشوب، فيش عندي شاشه اشوف عليها كيف الصوره طلعت عندي ممتازه مش ممتازه. ليش؟ لانه انا بالنسبه لي الصوره راح اصورها واجي اعرضها على شاشه الكاميرا تاعت اللي هو الديجيتال كاميرا مثلا، شاشه الكاميرا صغيره جدا مش راح توضح لي كل التفاصيل، وممكن انا اكبر طبعا في شاشه الكاميرا لكن في النهايه مش حشوف الصوره الاجماليه كبيره، حشوفها كبيره وحشوفها صح او خطا على شاشة اللابتوب أو على الشاشة كبيرة. عشان هيك ممكن أنا مجرد ما أصور الصورة على الكاميرا أنتقل للهيستوغرام تبع الصورة أتفرج عليها، خصوصا لو كان لو زي ما حكينا قبل هيك مشهد صعب أكرره، مشهد صعب إنه أجيبه تاني يوم ثالث يوم أعيد المشهد هذا، شخص جاي يتصور مثلا في بيئة طبيعية أو في استوديو، مجرد ما أنا أصور والشخص موجود أمامي والبيئة نفس البيئة بنتقل أنا للهيستوغرام على أساس أشوف هل الهيستوغرام والإضاءة موزعة صح؟ منها حشوف الإضاءة، منها حشوف الشادو، منها حشوف الميد تونز والهايلايتس، ماشي؟ طبعًا حينتج عندي أكثر من مصطلح، في عندي مصطلح الإكسبوجر، الإكسبوجر بنسميه التعريض، التعريض اللي هو بشكل بسيط جدًا لو أنا بدي أجي أحكي عنه هو عبارة عن the amount of light which reaches your camera sensor or film، يعني هي كمية الضوء اللي بتوصل للكاميرا او بتوصل للسنسور تبع الكاميرا اللي بيلتقط سواء كان سي سي دي تمام او سيموس زي ما شرحنا في المساق اللي قبل او في الفصل الماضي. طبعا هاي شغله كثير حساسه، تمام، بدي اشوف من خلالها هل صورتي معتمه ولا مضيئه. زي ما حكينا هذه الصوره الميد تونز فيها كويسة، الشادوز منطقة الشادو فيش فيها كتير، ومنطقة الهايلايتس فيش فيها كتير، هذه الصورة معتدلة. لكن لو جينا طلعنا هنا اندر اكسبوزد، هنا التعريض يعني بيجي بشكل بسيط نحكي صورة معتمة، تمام. هنا اكسبوزد او الاكسبوجر فيها ممتاز،
هذه الصورة بيكون over exposed اللي هو رايحة ناحية اليمين، يعني إضاءتها عالية، يعني التعريض كله رايح ناحية اليمين. طيب في عندي بالنسبة للكونتراست اللي حكينا موضوع التباين في الألوان، هذا بنسميها أو الصورة اللي بالشكل هذا بتكون low contrast. low contrast معناته الألوان فيش فيها تباين أو فيش فيها تقابل أو تضاد. طيب الهاي كونتراست بيكون الألوان، لاحظوا المنطقة الوسط فيش فيها لون، إذا أنا بدي أدور على الكونتراست في الصورة منطقة الوسط فيش فيها لون، الألوان موجودة على اليمين على اليسار عفوا، ويقابلها بنفس المقدار ألوان على اليمين. الكونتراست إشي مهم جدا، تمام، في المعالجة أو في التصوير. الإكسبوجر برضو إشي مهم جدا في المعالجة والتصوير. هذا الكلام اللي حكينا عنه كيف يكون الأندر إكسبوجر، في عند الإكسبوز تو ذا ليفت، هنا في عندي إكسبوجر لكن أكسبتابل مقبول لو كنت أنا بأصور في عتمة، يعني أنا مثلا بصور نفترض حفلة في ليل، أو أنا طالع في اللي هو يعني وقت مسائي وعمالي بأصور، لازم تطلع الصورة معتمة لكن مش معتمة بالشكل هذا، هذا بنسميه أندر إكسبوز، الصورة غير مقبولة. لكن لو طلع عندي هنا لا الصورة مقبولة، في عندي إضاءة ضايل، يعني ما زال أنا متخطي خط الوسط في الإضاءة، فهي acceptable في حالة أنه أنا بأصور في dark condition، في بيئة معتمة أو بيئة مظلمة، تمام؟ طيب في عندي هنا اللي هو natural exposed، الإكسبوجر فيها normal، إكسبوجر موزع فيش فيه أي مشكلة، المناطق المعتمة فيش فيها والمضيئة فيش فيها، كله ماشي في الوسط. هنا في عندي exposed to right، وهنا بحكي لي normal a good exposure choice be careful not over exposed، يعني أنا هنا لو بدي أصور في الظهر مثلا وقت الظهر هذه كويسة، وقت الظهر كويسة مش حلاقي مناطق معتمة كتير، لكن بدي أكون كتير حذر إنه ما أوصلش للover exposed، إنه يكون عندي إضاءة عالية جدا، بالتالي لازم أنا أغير زاوية التصوير اللي موجودة عندي أو زاوية التصوير اللي أنا بلتقط منها الصورة، بحيث أنه ما أوصلش للأوفر إكسبوزد. شغلة مهمة جدا كمان في الإكسبوزد تو ذا ليفت بتعطيني نويز، تمام، يعني ممكن أنا عند التعديل ألاقي فيها تشويش، لكن في الإكسبوزد تو ذا رايت لا بلاقيش فيها تشويش أبدا. الأوفر إكسبوزد هذه نطاقها ضيق جدا وصعب جدا معالجتها، زي الأندر إكسبوزد برضو صعب جدا معالجتها بعد هيك، تمام. يمكن هاي الكيس ستاديز اللي بتجمل لي أو بتربط لي الموضوع اللي قلنا محاضرتين بنحكي فيه، موضوع الهيستوغرام وإيش فوائده. طبعا تطبيقاته داخل الفوتوشوب كتيرة جدا، راح ناخذ إن شاء الله تعالى في المحاضرة الجاي بعض التطبيقات الفلاتر، ونشوف كيف بتشتغل وكيف أنا ممكن أفهم الفلتر وإيش أفضل كونديشن لكل فلتر إحنا ممكن نستخدمه داخل برنامج الفوتوشوب بناء على الهيستوغرام اللي إحنا حكينا فيه. الآن المطلوب منكم، عندي أنا أكثر من حالة، تمام، خلينا نروح للحالات الموجودة في النهاية وقلنا فيها. بدي كل طالب منكم يجيب صورة من الانترنت، دوروا على صور وشوفوا الهيستوغرام تبعها، جيبوا لي صورة يكون الهيستوغرام فيها معتدل بالشكل هذا طبعا ويكتبوا عليها، صورة تانية تكون الهيستوغرام فيها يكون اللي هو under exposed وصورة over exposed، يعني صورة بدها تكون مصورة في ليل وعتمة كتير، صورة بدها تكون مصورة في نهار ومضيئة كتير، صورة بالوسط، وكمان صورتين، صورة exposed to the left وصورة exposed to the right. يعني المطلوب منا كم صورة؟ 5، واحدة over exposed، واحدة exposed to left، واحدة under exposed، واحدة exposed to right، وكمان واحدة في النص اللي هو properly exposed. هاي 5 صور، كل واحدة فيهم بنجيب الصورة وبنحط الهيستوغرام جنبها وبنحكم على الصورة مين أفضل صورة فيهم من ناحية الهيستوغرام، من ناحية توزيع الإضاءة اللي موجودة في كل صورة.
تمام. يفضل واللي بيطبق هذه بيكون بونص له، يفضل يكون الصورة من تصويرك تمام. فيش مشكلة لو كانت من جوجل، لكن لو انتو صورتوا على جوالاتكم 5 صور في اوقات مختلفة بزوايا مختلفة وطلعتوا التكليف من تصويركم الخاص بيكون افضل ان شاء الله تعالى. شكرا لاستماعكم وبارك الله فيكم، ان شاء الله تعالى بنلقاكم في الدرس القادم. اي استفسار، اي ملاحظة، اي معلومة حابين تضيفوها او تستفسروا عنها ممكن على المنتدى الخاص اللي تم اضافته على المودل. يعطيكم العافية.